الأخبار من قناة المحور، أهلا بكم. دعا الرئيس عبد الفتاح السيسي القطاع الخاص والشركات المحلية إلى المساهمة والاستثمار في المشروعات المتعلقة بتعظيم القيمة المضافة من الرمال السوداء في ضوء حجم الاحتياطي الكبير وكذلك حجم الطلب العالمي المتزايد على المعادن المنتجة من الرمال السوداء والتي تدخل في العديد من الصناعات. ووجه الرئيس السيسي في مداخلة خلال افتتاحه اليوم مشروع مجمع مصانع الشركة المصرية للرمال السوداء في البرولس بكفر الشيخ الجهات المعنية بإتاحة كافة البيانات للجميع حتى يتمكنوا من الدخول والاستثمار في هذا المجال الواعد. وتفقد الرئيس السيسي مجمع مصانع الشركة المصرية للرمال السوداء بمدينة البرولس، كما تفقد القراقة البحرية تحيا مصر. أنا بقول الكلام ده للي بيهتم بالشغل ده، اللي عايز يخش في مشروع زي ده، بقول له دراسات الجدوى بحجم الاحتياطيات تخليك تخش تشتغل في الموضوع ده وانت مستريح. دي واحد. نمرة اتنين، طلب السوق العالمي لهذا الموضوع كبير جدا جدا، يلبي اي منتج انت هتطلعه، يتبقى جزء في القيمة المضافة اللي طرحت هنا. ده موضوع تاني خالص، يعني في خامات ما لهاش قيمة مضافة ابدا، هي هتتباع خامات كده، وفي خامات طلعة ممكن يتعمل منها شغل في مصر قد يكون هيكلف كتير عشان يطلع، وخبرات كبيرة برضو. كل ده بنقوله عشان البيانات اللي موجودة عندنا الدكتور حامد تفضل، وجهاز الخدمة الوطنية وكل من هو معني بالموضوع دوت، البيانات والمعلومات الدكتور مصطفى المتاحة للمشروع متاحة للكل، للي عايز يشتغل في هذا الأمر. ليه بقى؟ ده وليد، أنا بقول إيه، قلت السؤال وإجابته، قلت هل الاحتياطات اللي موجودة تكفي ان حضرتك تحط استثمارات لهذا الموضوع؟ طب حجم الطلب العالمي على المنتج اللي طالع موجود؟ يبقى فاضل ايه؟ فاضل ايه يا دكتور مصطفى؟ نعمل المشروع. ما قلتش الدولة بقى، ما قلتش ايه، ما قلتش الدولة، لا بقول تاني للقطاع الخاص حتى للشركات اللي ابتدت تشتغل فيه تخش تتحرك معانا. طب تعمل كم واحد، كم مصنع زي كده او كم مجمع زي كده؟ واحد، اتنين، عشرة؟ انت بتتكلم الكيلو بياخد سنة؟ تقريبا دكتور حامد مش كده؟ تقريبا الكيلو بياخد سنة؟ نعم. طيب انت بتتكلم في 400 كيلو مش كده يا دكتور مصطفى؟ ده اللي انتوا تأكدتوا منه صح؟ صحيح. يعني لو فرضا يعني في شركة واحدة تقدر تشتغل كده 400 سنة. صحيح. طب لو 10 شركات 40 سنة مش كده ولا ايه؟ طبعا. طب يلا، انا بقول كده للشركات تانية عشان في فرصة للموضوع دوت، حتى على ضوء المؤكد دلوقتي احنا في كلام تاني شغالين في نشوف. نعم. هل في فرصة تانية زي ما قال كده في بحيرة ناصر وبرنيس وحتة تانية وممكن او ان احنا كمان يبقى فيها الشغل ده، اذا ممكن نعمل مصنع واثنين وثلاثة واربعة سواء بشركات القطاع الخاص او لو هي عايزة تخش حتى في شراكة مع الدولة. دكتور مصطفى احنا ايه جاهزين، جاهزين يعني ايه؟ المشروع ده تقريبا يعني 200 مليون دولار يا وليد تقريبا. لا كله على بعضه 4 مليار جنيه، يعني هنقول ال 4 مليار جنيه. يعني لو حبيتوا تعملوا مصنعين 3 4 يعني هيكلفوا 20، بس انا بتكون على المكون الدولار اللي فيهم. بس خلي بالكم كل المنتج اللي بيطلع من هنا بيتم تصديره في الغالب. يعني أكدت دكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن قضية تغير المناخ تأتي على رأس أولويات مصر، مشددة على أن مصر تعمل على تسريع التحول نحو نموذج تنمية أكثر اخضرارا واستدامة ومرونة في خطط التعافي من مرض كوفيد-19. وأشارت وزيرة التخطيط إلى تطبيق معايير الاستدامة البيئية لجعل خطة الاستثمار الوطنية صديقة للبيئة، حيث وصلت نسبة المشروعات الخضراء إلى 40% من إجمالي الاستثمارات العام
بخطة 2022-2023، ومن المستهدف الوصول بتلك النسبة إلى 50% بنهاية 2024-2025. جاء ذلك خلال اجتماعها مع ممثلي صندوق الأمم المتحدة لتنمية رأس المال، وذلك لبحث سبل التعاون المشترك فيما يخص تنفيذ برنامج التكيف مع تغير المناخ على المستوى المحلي في مصر. وجه اللواء هشام أمن وزير التنمية المحلية بتنظيم قوافل سكنية تحت إشراف مباشر من المحافظين للمساهمة في تحسين الخصائص السكانية لأبناء المحافظات من خلال تقديم خدمات متكاملة لهم وحصر أبرز النتائج ورفعها إلى وزارة التنمية المحلية لمتابعة التزام المحافظات بمحاور الاستراتيجية السكانية وتحديد أفضل الممارسات وتعميمها على المحافظات ذات الظروف المتشابهة. وأكد وزير التنمية المحلية أن القيادة السياسية لاهتمام كبيرا بالقضية السكانية وتضعها في مقدمة أولويات جميع أجهزة الدولة لتحقيق التوازن بين معدلات النمو السكاني بما يتناسب مع موارد الدولة ولينعكس إيجابيا على عجلة التنمية. يواجه فريق النادي الأهلي في 17:00 اليوم على استاد برج العرب بالأسكندرية نظيره فريق النادي الإسماعيلي ضمن فعاليات الجولة الأولى لبطولة الدوري الممتاز، كما يحل فريق نادي بيراميدز في نفس التوقيت ضيفا على إنبي على استاد بيتروسبورت، ويستضيف فريق نادي الزمالك في 7:00 باستاد الأسكندرية نظيره سموحة السكندرية.